السلام عليكم. عز الدين المساوي، رئيس جمعية رسالة الفن للتنمية والإبداع ومدير مهرجان الدولي لفيلم هواة بوجدة. الدورة التاسعة من المهرجان هو أسبوع ديال السينما وأسبوع ديال الفرجة السينمائية، والأساس منه هو تقاسم الجمهور الوجدي معهم ضيوف معروفين على المجال الصعيد الوطني، وكذلك ضيوف ديال أبناء جهة الشرق في المجال السينمائي. المهرجان الدولي لفيلم هواة كيحتفل هذه السنة بالدولة الشرف هي فرنسا، أو لا الصناعة يعني الأفلام الفرنسية، معنا أيضا أفلام في المسابقة الرسمية اللي هو العدد ديالهم 12 اللي يكونوا كيتبارعوا على 7 ديال الجوائز، اللي كتكون لجنة التحكيم ديال الأفلام المسابقة الرسمية، رئيس اللجنة رشيد زكي اللي هو سيناريست غني عن التعريف، كذلك معنا يحيى عمارة اللي هو منسق شعبة صناعة الثقافة السينمائية، وروبرتو من بلجيكا منتج ومخرج. هذه السنة هذه كذلك كنحاولوا نشتغلوا على كل ما هو أكاديمي، وكنقولوا كل ما هو أكاديمي يعني خصنا يكون عندنا واحد اليوم دراسي، وهذا اليوم الدراسي هو بشراكة مع جامعة محمد الأول. الأساس دياله هو أنه الطلبة ديال الجامعة أو للمهتمين غير الطلبة، ماشي يعني أي واحد مرحبا به بيان سيغ، اللي غادي يكون عندهم واحد يوم دراسي مع 5 ديال المحاضرات مع أساتذة مع مخرجين اللي كيناقشوا السينما والإبداع، وكيناقشوا التكنولوجيا والسينما، كيناقشوا التاريخ السينما. والأساس منه هو أن الطلبة ديال المسالك أو المهتمين أنهم قربوا لهم أساتذة كبار باش أنهم يكونوا في الموعد
واهم محاضرات ديال هذه السنه هذه هو كيفاش ان السينما والتكنولوجيا مجموعين في هذا المجال هذا. بالنسبه لهذه السنه عندنا فيلم ضيف الشرف اللي هو باي باي لا فرانس، ديال فيلم اللي هو عائلي كما كتعرفوا وجدة، مالوغوزمون ما عندناش سينما، ما عندناش فرجة سينمائية في كل عام. كنحاولوا في المهرجان ان نديروا الماكس دو ماكس ان تكون واحد فرجة سينمائية ونقربوا العائلات بالافلام اللي هي عائلية كوميدية، افلام اللي ان داك العائلة اللي غادي تجي تفرج ديك الفيلم تعرف بلي كاينه واحد الفرجة سينمائية. والهدف الاكبر 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 من هادشي كامل هو الشباب من منطقة جهة الشرق انه تكون عندهم واحد الروح ديال انه العمل في المجال السينمائي. وما كيما كنساوش كذلك الاطفال، كنديروا لهم واحد البرنامج اللي سميتو السيني جينيور او سينما الاطفال، اللي كنحاولوا ان تبسيط السينما لفائده الضيوف باش يكون واحد المستقبل واعد. نلقاو مخرجين، نلقاو دي سيناريست، نلقاو دي ممثلين اللي يقدروا انهم يشتغلوا معنا في هذا يشتغلوا مستقبلا في هذا الميدان. وفوالا مرحبا بكم لو 6 لو 9 ديسمبر مصاحبه السادس في المهرجان الدولي فيلم هوات.